نحس الضهر بتقع فينا. صاروا هذول يصرخوا وانا صرخ وجوزي صرخ، جوزي ما حل نفسيه، صارت عقد كليتها. يعني جوزي من يعني فيش عنا، يعني جوزي هذا شايفه يعني كان قاعد يعني بخاف من خوف الرعب، بخاف يروح الحمام لحاله. والله كان يعني لقيت لما بقول تعالي معايا، لما انا بدي اروح حمام نسيت هذا الولد الشاب، بقول تعالي معايا انا بخاف. ليش يا ماما بخاف؟ هذه الطياره قصفت، هذه الطياره هيك بخاف، وهذه كذلك. بقناش يعرف لكنها بقنا يخبطوا فينا الضوء، بقنا نصيح، بقنا نسلق، بقنا تيجي الشد، بقنا نتخبى بالصالون يصيح صراخ، بقنا نسلق عشان اليهود بقت تخبط. It's very hard for them to live in the same situation at the third time. When I talk to the children, they are asking for sympathy. When that will stop? We want to live in the simple life. We want our rights like other children live in the world, the rest of the world. In fact, when I talk to them, as you asked me, what they, how they get infected for the third time, I can't describe. I have no word to describe it. It's really terrible. صالحهم، لانه الطفل حيظل حاطط العدو الصهيوني طول عمره، ويحس انه لما يصحى لدينا ويلاقي الطياره تضرب عليه الاسقاط، هذا لازم يجيني نفسيته، لازم يصحى على الدنيا وهو عنده قوه، عنده شجاعه، وانه غصبا عن امه غصبا عن ابوه لازم يقف ويقابل العدو الاحتلال الصهيوني، لازم يقابلهم بالحجر والنار وفي كل حاجه.